مشاهدينا الكرام ونحن نعيش هذه الأيام وصولا إلى ولادة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله بحق سيدنا ورسولنا ومعلمنا ونبينا الأعظم محمد إن شاء الله أن تقضي حوائجنا وحوائجكم، وأكيد حاجتنا الأولى هو تعجيل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. وإن شاء الله صباح جديد ملأه الأمل والتوكل على رب العباد. نبدأ وإياكم حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله مشاهدينا الكرام من خلال استوديو صباح كربلاء ومن بين حدائق مجموعة قنوات كربلاء الفضائية. نبدأ باستعراض سريع وبسيط لأهم فقرات حلقة هذا اليوم. ابقوا معنا مع أولى الفقرات. أولى الفقرات فقرة نقاش صحي، ونناقش في هذه الفقرة إيجابيات الفحص المبكر لمرض السرطان. نناقش هذا الموضوع مع الدكتور حيدر التميمي استشاري جراحة أورام الثدي والأورام النسائية في مركز أورام الثدي التابع للعتبة الحسينية المقدسة. والأزهار المتدلية إحدى أيقونات الجمال الطبيعي نطالعها في فقرة خلق فأبدع. ومن خلق فأبدع نذهب إلى تقرير من الأهواز يسلط الضوء على معرض الحرف اليدوية مع مراسلنا فاروق سلامات. وسنكون معكم وسؤال التفاعل وجولة ماجد الأسدي كيف تتعامل مع الإنسان الحقود. إذن مشاهدينا الكرام كل هذه الفقرات وأكثر تأتيكم ضمن حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. دائما بدايتنا هي التوكل على رب العباد. ومن هذه الأزهار الجميلة وهذا الاستوديو الرائع نذهب إلى منظر أجمل يشرح الصدور، ألا وهو مشاهدة حرم مولانا الإمام الحسين عليه السلام، ونحن نستمع إلى دعاء يوم الأحد. ولا أعتمد إلا قوله، ولا أمسك إلا بحبله، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة. وإياك أستغشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح. وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين، فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري،
إنك أنت الغفور الرحيم. لكن 100% احنا نقدر نتحكم بردة فعلنا تجاه هؤلاء الأشخاص، لذلك قررنا أنه يكون عندنا في سؤال التفاعل اللي هو حلقة التواصل بيننا وبينكم حتى نتناقش في هذه الموضوعة بالتحديد، وكان سؤالنا كالتالي: كيف تتعامل مع الإنسان الحقود؟ إذن هذا هو سؤال التفاعل الذي ننتظر به مشاركاتكم واتصالاتكم حول هذا الموضوع بالتأكيد، حتى أنه يكون لكم قول في هذا الموضوع وتكون هناك مشاركات. بالتأكيد إحنا ما راح نستبق الأحداث وما راح نعطي رأينا بشكل كامل، ولكن نقول لمن أثاره بهذه الثواني هذا الموضوع: لا ترسل الدمع يا مظلومة والآها، فمن تجنى فعند الله يلقاها، قد تاه قوم لهم من غدرهم قصص، وطيب القلب لا والله ما تاه. إذن القلوب الطيبة دائما في أمان الله سبحانه وتعالى وخيره وتقديره. صباح الخير وصباح العافية مرة أخرى مشاهدين الكرام. في هذا الصباح الجديد والجميل نقول: عود نفسك على الأمل حتى تلقاه، وعلى الفرح حتى تعيشه، وكن ممتنا لما لديك ليأتيك أكثر مما تتخيل. احنا يجب دائما أن تكون نظرتنا هي نظرة أمل ونظرة تفاؤل، لا نظرة تشاؤم. دائما إن شاء الله نقول يعني الأمور، دع الأمور تمشي في عنتها ولا تنم إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. دائما نضع حمولنا ونضع اتكالنا على رب العباد، هو أكيد أدرى بمصلحتنا، هو أكيد يعطينا على أكثر مما نتخيل ومما نتصور. فالله سبحانه وتعالى يبدع بكل شيء، يبدع في خلقه، يبدع في رحمته، يبدع في عطاياه إلى البشر جميعا. فيجب دائما أن تكون نظرتنا نظرة أمل وتفاؤل، ونقول: تفاؤلوا في الخير تجدوا. من النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا هو جمال الكون، جمال الأزهار، جمال النباتات، جمال البحار، جمال المحيطات. كل هذه الأمور هي من النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا. عندما ننظر إلى الأزهار الجميلة نقول سبحان الله، عندما ننظر إلى السماء الزرقاء نقول سبحان الله، عندما ننظر إلى البحار، إلى المحيطات، إلى الجبال، إلى السهول نقول سبحان الله. إذن مشاهدين الكرام، من الفقرات التي استحدثناها إن شاء الله، وإن شاء الله اللي تعجبكم واللي تطينا في الطاقة إيجابية وتطينا في الدعم لأننا ننظر إلى إبداعات خلق الله سبحانه وتعالى، هي فقرة خلق فأبدع.
اليوم راح نسلط الضوء على بعض الأزهار المتدلية الجميلة. هذه الأزهار المتدلية الجميلة التي تشاهدوها مشاهدين الكرام من خلال شاشتنا هي أزهار جميلة، أشكالها جميلة، أزهارها بوقية، أزهار أنبوبية طويلة، قناصة للحشرات، تلونت بألوان وردية وأخرى أرجوانية، وهذه الألوان ربما تشبه الفستان الجميل أو الثوب الطويل. هذه الأزهار لا تصلح للقطف وليس لها رائحة مقبولة. لماذا؟ طبعا أطلق عليها زهرة الفستان لأن شكلها مثل الفستان أو الثوب الطويل كما قلنا. يبدو أنها شجيرات غير مرتفعة تصل قرابة إلى حوالي مترين، تتجمع حولها أنواع من الفراش للرائحة التي تطلقها. طبعا هي هذه الرائحة غير داخلة من حيز مسميات الأزهار. هذه الرائحة تكون نورات أنبوبية كبيرة، ليست بالأوركيدة وليست عشبية مزهرة. الزهرة تكون أنسجتها لحمية غليظة. طبعا هذه الأزهار مثل ما نوهنا هي ريحتها غير مقبولة لدى الإنسان، لكن تجذب بعض الفراشات وتجذب بعض الحشرات. كل هذه الأشياء سوزان هي من إبداعات خلق الله سبحانه وتعالى. أحسنتي. يعني عندما نرى هذه الأزهار المتدلية يجب أن ما نقطفها، لأن بها فد حكمة وفيها فد يعني مثل ما نقول إرادة الله سبحانه وتعالى وضعها للفراشات خاصة وللحشرات التي تقتني وهذه الرائحة، واللي تكون لها فد رائحة مميزة تبعثها هذه النباتات. صحيح، ممكن هي ما تجذبنا لكن تجذب بعض الحشرات. لهذا أكو فرق في بعض الأحيان نقول أهدي لك الأزهار أو الورود. الاثنيناتهم ممكن البعض يشوف أنه الأزهار هو نفس الورود، هي لا. أكثر من مرة ذكرتي قلتي الأزهار، يعني هسه اللي موجود عندنا هي كل هذه أزهار اللي ذكرتيها، لكن الورود اللي هي مثل الموجودة الآن بالاستوديو هذه يسمونها وردة. الوردة تكون بها مجموعة أوراق وبها رائحة عطرية طيبة، حتى متفرقين أو تفرقين بيناتهم تذكري الورد الجوري اللي بيكون أشواك واللي تكون به طبقات كثيرة. ولكن الأزهار اللي لاحظناها قبل قليل هي هذه الأزهار اللي تكون طبقة واحدة من الورود وتكون خالية من الأشواك. فسبحان الله الأشكال كثيرة جدا، ممكن احنا نذهب إلى اللغة حتى نميزها، ولكن عندما شاهدنا بعض الصور الآن نلاحظ أنه خلق الله سبحانه وتعالى أبدع بهذه الأشكال اللي حتى مسمياتها. في بعض الأحيان ممكن أتمنى أنه تكون عندك بعض الصور اللي ممكن تكون حتى بأشكالها تشبه أشكال الحيوانات أو الفراشات، وهي شكلها شكل وردة أو شكل زهرة. فإن شاء الله هذه الفقرة إن شاء الله تكون بها الكثير من الصور اللي بها تأمل كثير لخلق الله سبحانه أكيد وتعالى. أكيد، وإحنا أهم شيء نصل إلى التأمل إلى الطبيعة، نصل إلى تأمل الخالق الذي خلقه فأبدع في خلقه. إذن مشاهدين الكرام متواصلين وإياكم، وإن شاء الله نذهب بفاصل من اختيار المخرج ثم لنعوده. Thank you.
إذن مشاهدينا الأكارم، بعد هذه الجولة وهذه اللقطات الصباحية أيضاً نبدأ بفقرات مهمة جداً نحتاج أنه نتعرف عليها، خاصة في هذه الأيام اللي تشهد إقبال الطلبة على يعني بدأ بها العام الدراسي الجديد، وبدأوا يشترون المستلزمات الدراسية ويستعدون بتحضيرهم للكتب، ولكن هناك استعدادات يحتاجون إلى أنه أيضاً يهتمون بها ويستعدون إلها ويغيروها، اللي هي العادات اليومية. بالتأكيد في فترة العطلة كانت عندنا عادات للاستيقاظ وللنوم ممكن تكون مختلفة تماماً عن بدء العام الدراسي الجديد اللي يحتاج النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً، وبالتأكيد كانت هناك الكثير من المشتتات اللي ممكن كانت تلهيهم عن مسألة الدراسة والتركيز اللي يحتاج مسألة الدراسة في هذا الوقت بالتحديد. حتى نعلمهم طريقة المذاكرة وكيف يستطيعون أن يعززون ذاكرتهم بشكل صحيح، هناك الكثير من المعلومات اللي راح نتعرف عليها في هذه الفقرة، وهي فقرة ثقف نفسك. إذا نبدأ بمسألة الاهتمام بالتغذية، واللي هي مسألة مهمة جدا لتعزيز ذاكرة الأطفال، وخاصة في وجبة الإفطار اللي هي أول وجبة يتعرض لها الطفل، فيحتاج إلى أنه يتزود بالمواد الغذائية الصحية، وخاصة مسألة وجود الحليب وأشياء ممكن تكون مالحة، البيض، ممكن يكون الموظفين أو المدرسين أو الكبار بالعمر ممكن يتناولون الشاي اللي يخلوهم أكثر تركيز، ممكن يكونوا في هذا الوقت اللي لاحظنا قبل قليل تكون المائدة منوعة، حتى لأنه في بعض الأحيان الأطفال يكونون ما عندهم ذاك الإقبال إذا كان عندهم نفس المائدة دائمة الجدد. أحسنتي. طبعا بعد الفطور الصحي والتغذية الصحية أكيد يجب أن تكون هناك قائمة مهمة يومية تساعد هذه القائمة في إنشاء مهام في الصباح على تنظيم الأفكار والأولويات، مما يقلل من التحميل المعرفي. يمكن تعزيز هذا الشيء في الطقوس البسيطة، التركيز وتحسين الذاكرة من خلال القراءة اليومية المستمرة وتوفير هيكل واضح لليوم الذي يعيشه الطالب. وأيضا مشاهدين الكرام، يعني من القراءة المهمة وتحضير مهام يومية يجب أن تكون هناك مشاركة في أنشطة إبداعية. من هذه الأنشطة الإبداعية الرسم، الكتابة، العزف، يعني حتى بعض الأشياء تكون يعني عزف مثلا فد موسيقى معينة، موسيقى هذا مجرد تحريك الأنامل وأصابع اليد يكون هذا في التحفيز إلى الذاكرة وتنشيط إلى الذاكرة، وأيضا تعزز الوظائف الإدراكية، ويمكن أن تحسن من المهارات في حل المشكلات وتقوية الذاكرة. بالتأكيد أيضا هذا؟ هناك مسألة الرياضة مهمة جدا في فترة الصباح، حتى وإن كانت حركات بسيطة ممكن تنشط الجسم، وهذه ممكن تكون مسألة الرياضة خلينا نقول ما تعتمد على أمر واحد، لا، للكل مشمول من الطفل الصغير إلى الشباب في مرحلة تكوين أجسادهم، حتى كبار العمر. نلاحظ هذه اللقطة اللي بيها رجل كبير ممكن وده يمارس يعني الحركات الرياضية. هاي كيف الدافع وفد اليوم إعاز إلى طلابنا، يعني هذا الرجل برغم عمره وبرغم سنه الكبير لكن إلى فد طاقة أمل وإبداع من خلال الرياضة التي يمارسها. فأنتوا طلابنا إن شاء الله ما ينقصكم شيء، بعدكم شباب في مقتبل العمر، الرياضة مهمة جدا. أيضا من الأشياء هو الاندماج في التعلم النشط، حيث تعد المشاركة في أنشطة التعلم النشط مثل القراءة، حل الألغاز، هذه الأمور يعني كلمات متقاطعة أو كلمة السر، هذه كل الأشياء تعزز الذاكرة وتقوي الذاكرة. يعني أحسن ما حتى لو خلصت دراستك اليوم أنت ضجت، ليش تلزم الموبايل وتشاهد فد أشياء أو محتوى غير مفيد لك؟ أكو مجالات كثيرة جدا تحفز ذاكرتك وتعطيك فد دافع لتنشيط يعني دماغك وتعمل أشياء جميلة، مثل ما قلنا حل الألغاز، الكلمات المتقاطعة، هذا الشيء جميل جدا. نعم. الحرص على التأمل الذهني هذا مهم جدا، يعني التأمل الذهني اليوم سوزان يحسن الذاكرة، خاصة إذا تقعدين فد مكان وحدك وتتأملين الطبيعة الجميلة، والحمد لله احنا الجونة شوية شوية دا يكسر، يعني صحيح. الحدائق والمتنزهات ما اعتقد فتحي في، احنا خلنا نحكي على كربلاء بصورة خاصة، فتحي ما بيفت حديقة عامة، يعني حتى لو طلابنا يقعدون فد وقت ياخذوا يتأملون يقعدون، يعني هذه كل الأشياء تحفز
على نعم. تنشيط الذاكرة وتعزيز الدماغ. نعم. وأنت ذكرتي قبل قليل التأمل وين يكون ممكن بالحدائق. بالحدائق. أيضا مسألة التعرض للشمس مهم. طبعاً. اللي هو ممكن يكون في هذه الفترات السابقة يقول البعض يكون إحنا ممكن في فترة الصيف صحيح لكن إحنا ما نتعرض للشمس بالشكل الصحيح خاصة في فترة الصباح مهمة جدا لصحة الجسم. فمثل ما ذكرتي ما دام بدأ الجو يتحسن فكل ما يتحسن كل ما صير عندنا فرصة إلى أنه نذهب للحدائق سواء في فترة الصباح أو في فترة المساء. أحسنت. أيضا ممكن مسألة المياه أو شرب المياه مهمة جدا. ممكن الكثير من عندنا يغفل عن هذه المعلومة ويحس بالتعب أو يحس بالصداع خاصة إحنا مقبلين على فصل الشتاء البعض ينسى يشرب ماء. صحيح. فلما نلاحظ نفسنا بتعب فهذا مسألة وجود الماء أو ممكن يكون الجسم محتاج إلى السوائل فإحنا نغفل عنها أو نقول إحنا ما نحس بالعطش. إحنا صح ما نحس بالعطش ممكن درجة العطش الجسم وصل إلى درجة كبيرة جدا بحيث أنطى هذا الإيعاز. إذا دائما نكون دائما ننتبه إلى مسألة السوائل وشرب الماء بشكل كافي. إن شاء الله أحسنت. إذا طلابنا الأعزاء أولادنا بناتنا إن شاء الله نتمنى لكم عام دراسي كله ملأه التفوق ملأه النجاح وإن شاء الله هذا بفضل دعوات آبائكم وأمهاتكم وأكيد بفضل الهيئة التدريسية والأكثر والأهم هو بفضل دراستكم ومساندتكم لأنفسكم من خلال الدراسة المستمرة حتى تكونون فجيل واعي وإن شاء الله إحنا نذب ثقلنا واعتمادنا عليكم. إذن متواصلين وياكم بباقي فقرات صباح كربلاء وإن شاء الله نتوقف بدقائق مع زميلنا عباس الأنصاري وموجز الأخبار. السلام عليكم موجز الأخبار. الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وبالتعاون مع وزارة التربية تجري الاختبارات النهائية لمسابقة أمة تقرأ. الاختبارات التي تجري في كربلاء المقدسة شهد يومها الأول منافسة 7 مديريات للتربية ومن مختلف محافظات البلاد. قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة يعلن عن تحقيق 65% كنسبة إنجاز في مشروع صحن العقيلة زينب عليها السلام. المشروع يهدف إلى استقبال أكثر من 250 ألف زائر وخدمتهم في الساعة الواحدة موفرا لهم بيئة مريحة خلال الزيارات المليون. منطقة حسينية المعامل في بغداد وبدعم من العتبة الحسينية المقدسة تشهد حملة لتأهيل المدارس الحكومية وترميمها. الحملة هدفت إلى جعل المدارس ذات بيئة ملائمة للدراسة. مركز الإمامية في مدينة أوفنبرغ الألمانية يقيم برنامجا شبابيا لإحياء ذكرى أهل البيت عليهم السلام. البرنامج الذي أقيم باللغة الألمانية شدد على ضرورة الاقتداء بسير الأئمة الأطهار عليهم السلام وأخلاقهم ليكون المسلم سفيرا لدينه ومعتقده في بلاد المهجر. في العاصمة الإيرانية طهران أقيم المعرض الدولي السنوي للصناعات الزراعية والأغذية والمعدات بنسخته 31. المعرض الذي شاركت فيه أكثر من 500 شركة محلية ودولية تمثل منصة لتبادل الخبرات والأفكار في تلك المجالات. مشاهدينا كان هذا موجز الأخبار في أمان الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام ونشكر الزميل عباس الأنصاري على ما تفضل به. إذن مشاهدي الكرام مستمرين وإياكم بفقرات حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. راح نتوقف إن شاء الله في فقرة نقاش صحي من الأمور المهمة جدا. بداية نسأل الله تعالى الصحة والعافية للجميع أن يشافي مرضانا جميعا. اليوم احنا دائما نؤكد ونقول الوقاية خير من العلاج والحمد لله اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل التطور الحاصل في مجال الطب هناك تقنيات مهمة جدا للفحص المبكر لجميع الأمراض. اليوم احنا راح نتكلم عافانا الله وإياكم من مرض السرطان وأهمية الفحص المبكر لهذا المرض اليوم لأن الصحة هي مهمة جدا
فأي عارض صحي احنا نصادفه في حياتنا اليومية يجب أن نذهب لإجراء بعض الفحوصات، ومثل ما نوهنا هناك تقنيات حديثة جدا في مجال الطب للكشف المبكر عن هذا المرض. إذن راح نناقش هذا الموضوع ونتحاور مع هذا الموضوع إن شاء الله بمعية الدكتور حيدر التميمي، استشاري جراحة أورام الثدي والأورام النسائية في مركز أورام الثدي التابع للعتبة الحسينية المقدسة، في فقرة نقاش صحي. إذن مشاهدينا الأكارم، واحد من 6 أشخاص في العالم ممكن أنه يتعرض إلى الوفاة بسبب السرطان مثل ما ذكر زميلتي قبل قليل. هذه النسبة ممكن أنه تقل أو تنعدم في حالة كان هناك مسألة تثقيف للفحص المبكر. كل هذه التفاصيل بالتأكيد سوف نطالعها مع دكتورنا لضيفنا لهذا اليوم، الدكتور حيدر التميمي، استشاري جراحة الأورام النسائية، لنرحب به. السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير دكتور. السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أهلا بكم. أهلا بك دكتور. دكتور، مسألة الفحص المبكر مسألة ممكن تكون بها الكثير من الفوائد حتى تقلل نسبة الوفيات أو ممكن تسرع بمسألة العلاج. خلينا نتعرف على الفحص المبكر، ماذا نقصد به ولماذا يعتبر مهم في الوقاية وكذلك في العلاج؟ موضوع الفحص المبكر موضوع كلش مهم. يعني عندنا إحنا الفحص المبكر يعني إنك تفحصين شخص لا يشكو من أي عرض، لا يشكو من أي شيء، ما عنده شيء، تجري له الاستقصاءات والفحوصات اللازمة لاكتشاف مرض معين. المشكلة أنه عندنا إحنا الناس تقول أنه أنا ليش أروح أكشف إذا أنا ما أشكو من شيء. هنا النقطة المهمة، الكانسر أو السرطان يبدي، مثلا عندنا سرطان الثدي، سرطان المبيض، سرطان عنق الرحم أو غيره، يبدي بشكل صامت، يعني ما يعطي أعراض، ما ينطي أي شكاوي، المريض ما يحس بيها. أو أكو ناس حتى مثلا عندها عقدة بالثدي، مربيتها سنة سنتين 4 سنين وتقول لك ما جاي تأذيني، هاي ما 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 أقرب عليها ولا أكشف عليها على مود لا يطلع لي بها شيء. مو صح هذا الكلام، بالعكس، وجود الكتلة معناته هي إحنا تقدمنا بالمرض مرحلة. فالكشف المبكر يساعدنا على كشف هذه الأمور في بدايتها في موضعها قبل أن تنتقل وتتوسع وتنطي أعراض تصير بعدين، يعني معناته في مرحلة أكثر تقدما وبالتالي يصير علاجها شوي أصعب. كل ما اكتشفنا المرض في المرحلة المبكرة سهل العلاج علينا، وكان ممكن نعمل علاج فعال 100% بحيث يتم استئصال الجراحي للورم وتنتهي المتابعة. طيب دكتور حيدر، اليوم ربما المشاهد أو المريض يسأل ما هي أنواع الفحوصات المتاحة للأمراض التي ذكرتها اليوم، أنواع الكانسر مثل سرطان الثدي أو لا سامح الله المبيض أو عنق الرحم، ما هي الفحوصات المتاحة حاليا؟ حلو. طبعا كل عضو إلى وسائل استقصاء الخاصة به. نعم. نبدي بالثدي. سرطان الثدي مثل ما قلنا ممكن نبدي بشكل صامت حسب مكان الكتلة من الغدة. إذا كانت غدة كبيرة الكتلة عميقة وصغيرة، فممكن تظل سنة سنتين إحنا ما نحس بها إلى أن تنتقل، تظل انتقالات للعقد اللمفية إلى أن تتوسع تكبر، أو بالصدفة يتم فحصها على الطبيب. الأفضل طبعا هو أنه كل سيدة تخضع لي السونار. طبعا أول شيء عندنا الفحص الدوري الذاتي، هذا أكيد إلى أهميته. بعدين بس الفحص الدوري الذاتي قلنا في حال سيدي حجم كبير، كتلة صغيرة، مو ممكن، مو ضروري يكون 100% يعني ينطي، هو يعني مساعد بس مو هو من وسائل الأساسية للاستقصاء. وسائل مساعدة كونه يعني مثل ما قلنا أكو حالات الثدي كثير كتلة صغيرة أو كتل يعني ما تكون مشسوسة، أيضا هي خبيثة أو لها مظاهر خبيثة، فيجب الاستقصاء بالسونار. السونار الألتراساوند هو وسيلة جدا مهمة أو الأهم في استقصاء أورام الثدي وسرطان أو أمراض الثدي وسرطان الثدي. طبعا مو أي سونار، يعني هذا أهم شيء مهم عندنا طبعا نركز عليه، أنه لازم يكون سونار خاص بفحص غدة الثدي بالبروب مالته يكون 15 إلى 20 ميجا هرتز، يعني هذا كلش مهم عندنا. مو أي سونار يتطبق يكون صالح لفحص غدة الثدي. هسه جينا عندنا السونار، لما نكون بالسونار شبهنا بشيء، يتكمل الفحص بالماموغرام. الماموغرام ممكن يبين لنا الانتشارات الاكثر دقه لتكلسات المجهريه مثلا. ممكن احنا اذا كانت الغده كبيره بالسونار ما
يعني ممكن تعبرين على شيء ما يعني احيانا يعني الغده كثيفه جدا او تكون حجمها كبير، فالسونار ما يحيط بكل شيء. ممكن لذلك احنا نكمل الفحص بالماموجرام اللي هو راح يحيط بالموضوع همينة. فهنا طبعا وسيلتين يكملن بعض، وبعدين اجراء الخزعات في حال الاشتباه بشيء. يعني هاي الوسائل الثلاثه هي الاساسيه اللي بمركز اي مركز سرطان ثدي تبدي للفحص فحص الغام الثدي. بالنسبه للكشف المبكر هو السونار السنوي لتشيك يعني الغده، وفي حال ماكو شيء ترجع السنه وراها. اذا صار شيء مستجد تقدر تراجع خلال هاي السنه. بالنسبه للماموجرام يفضل اجراءه كل سنتين، لانه هو هم اشعه حتى لو كانت كميتها قليله، فبعد الأربعين كل سنتين. بالنسبه لسرطان السرطانات الاخرى مثل سرطان عنق الرحم، سرطان عنق الرحم نحن نشجع دائما على اجراء بطاقه الباب سمير كل سنتين، وفي حال بعد سنتين مرتين كانت سليمه تصير كل 3 سنين بشكل دوري لكل النساء طبعا متزوجات. احسنت. بالنسبه لي سرطانات الرحم، طبعا هاي سرطانات الرحم ممكن تكون عرضيه بدايتها، يعني تبدي بالنزف الشاذ والهاي، بس السونار هو الاساسي. فهو برنامج السكريننج للسيدات طبعا، يعني خاصه اقول سرطان المبيض دائما ما يعطي اعراض، ينكشف بالمرحله الثالثه للاسف، فالا بعد ما يصير مرحله ثالثه ويسوي اعراض هضميه، اعراض انضغاطيه، اعراض الم او انتفاخ بالبطن، يصير الواحد يتوجه، لازم واحد يسوي فحص دوري سنوي. نعم. السيده تجي لمركز الاورام، يعني طبعا هي عند اي طبيب نسائي، اي طبيب اشعه، اي طبيب بهاي، بس يفضل هم يعني انه كل سنه يكون فحص دوري بمركز اورام. تجي لمركز الاورام، تدخل تسوي سونار الثدي، تسوي الاضاخه اذا كان وقتها حان، تسوي الماموجرام اذا وقتها حان، تسوي الفحص السونار النسائي، يشوفون الرحم المنحطات. طيب دكتور، نعم طيب دكتور، الان ذكرت ضمن كلامك وحديثك بانه البعض يقول انا ما بي شيء ليش اروح افحص، وركزت الان على الحالات اللي مشموله بهذا المرض على النساء المتزوجات اكثر. خلينا نحدد اكثر انه منو الشخص المشمول بهذه الفحوصات، من اي عمر ابدا، وما هي الفئات اللي ممكن تكون اكثر عرضه للاصابه بهذا المرض؟ يعني لا يوجد استثناء بالنسبه للعمر، نقول فوق ال 22 23 هي الاعمار اللي قمنا نشوف فيها حالات ورميه. يعني هسه سرطان الثدي 27 سنه 28 سنه او 26 سنه جاي نشوف اصابات، سرطان المبايض جاي نشوف في اعمار وهمين صغيره مع انه هو عاده اكبر، سرطان الرحم اللي هو لازم بين يعني عاده بين 50 و 60 جاي يصير بالاربعينات، فماكو عمر محدد، والزواج ما هو الاهم يعني شرط للاستقصاء، لا، الاستقصاء كل سيده مدعوه لاستقصاء سرطان عن للسكريننج او الفحص المبكر. إذن حتى الرجال. نعم. إذن دكتور كلامك بتحذير للجميع، لكل الفتيات ولكل السيدات، سواء عندهم مساله، البعض يركز على مساله الوراثه، العائله اللي بيها وراثه ممكن يخافون من هذا الموضوع ويفتحون فايلات بالفحص المبكر، لكن الكثير الجميع مشمول بهذا الموضوع، ومساله التوعيه مهمه جدا، لانه الكثير من عندنا يقول انه اني استبعد المرض، ولكن الطامه الكبرى انه يكتشف انه ممكن ينصاب بهذا المرض وماكو اي استبعاد واكو اي ممكن اي وقايه بين هذا الموضوع غير الفحص المبكر. هو هذا الطريق الوحيد والسليم. أكيد. اللي حتى أنقذ حياتي. نعم. أكيد نحن الفحص المبكر لغرض الكشف الورم، كشف الورم بشكل مبكر في مراحل مبكرة قبل انتقاله وإعطاء أعراض. يعني المرض مثلا سرطان الثدي راح يكون صامد غير مؤلم في مكان، نحن من كشفه بهالمرحلة هاي صار علاج كامل وفعال، أما لما يصير مؤلم معناته هو صار حجمه أكبر، صار منتقل، صار واصل للجلد، راح يستحوذ على المكانات يعني مغذاة بالأعصاب وغيره، وراح يصير في آلام، بالتالي صار مرحلة أكثر تقدم. وأيضا سرطان الرحم، سرطان المبايض لما يكون مرحلة متقدمة ويغزو الأمعاء والمشارقة والثرب وغيره، فهم يعني راح نكون إحنا دخلنا مرحلة جديدة، صار العلاج ممكن يصير بعدين ملطف، بعد ما نقدر نسوي علاج إحنا جذري وفعال. فهذا يعني اللايف ستايل لازم نفكره، ما تن الناس تفكر تغير، إنه هسه أنا لازم أشيك كل سنة الأمراض صارت اكتشفناها بشكل أكثر. وصارت موجودة، يعني المعرفة فيها موجودة، وطرق العلاج هم موجودة، لذلك أنا استقصي كل سنة ما أخسر شيء، أسوي كشف كامل للجسم. وطبعا أنا بغض النظر يعني إضافة إلى الاختصاصات الأخرى اللي مو من ضمن اختصاصنا الرئة وغيرها، يعني هم يعني لازم واحد يشيكها سنويا طبعا، هاي والبروستات يعني كلها. مثلا الرجال اللي عندهم تثدي يعني هذول هم لازم كل سنة يسوون
سونار للثدي على مود والله ممكن يصاب بسرطان الثدي. يعني نسبة إصابة سرطان الثدي عند الرجال 1 إلى كل 100 سيدة مصابة بسرطان الثدي. طيب. فيعني الكل معرض يعني ولازم طيب. الواحد يخايف. يعني دكتور حيدر حقيقة يعني الحديث طاب معكم، لكن أستغل الدقيقة الأخيرة من وقت فقرة نقاش صحي وأتحدث يعني خصوصا إحنا مقبلين على شهر أكتوبر الوردي، مثل ما تعرف حضرتك هذا الشهر المهم للتوعية ضد مرض السرطان من خلال الحملة الفحص المبكر لمرض السرطان. طيب كيف يمكن اليوم دكتور حيدر برأيكم لبرامج التوعية المجتمعية أن تسهم في زيادة معدلات الفحص المبكر للكشف عن مرض السرطان بدقيقة لو سمحتم؟ والله أول شيء أنا يعني أحيي قناة كربلاء اللي تبذل جهود كبيرة بالمجالات الطبية، باللقاءات الطبية، بالتوعية الطبية، وهذا إذا قامت في كل البرامج الأخرى فراح يكون أكيد ينشر، لأنه قناة كربلاء لها شعبية، قاعدة شعبية كبيرة بالمكان، وبالتالي يعني إذا حدث حلوها القنوات الأخرى راح يكون هم عندنا توعية أكثر. أكيد دور المستشفيات والمراكز الصحية، الأطباء، أطباء الأسرة أكيد لهم دور كبير. يعني هو عبارة عن جهد متضامن من قبل الجميع. الماموغرام هذا أكو فكرة بالعتبة الحسينية المقدسة أنه يصير عندنا ماموغرام متنقل إضافة إلى الباسكان المتنقل كان موجود. برامج السكرينينج الواسعة اللي تقدم بشكل شبه مجاني أو مجاني في مناطق أخرى، يعني هذا كله هو يساعد على الهاي. مهم أنه الناس تجرأ تقدم على هذا الفحص، ومجرد ذهاب الى المستشفى لا يعني انه انت انصبتي بالمرض او انكشف عندك شيء، بل انه بالعكس اذا انكشف شيء بمرحله المبكره راح نحن نقدم العلاج، ونقدر يسهل علينا نقدم العلاج الكامل، يوفر على السيده والاسره المعاناه لما يكون المرض كبير. وهاي بينما المرض اذا كان مرحله مبكره عباره عن رحله علاج قصيره 4 أشهر وتنتهي ويبدي الحياه الطبيعيه مثل ما كانت، يعني مجرد هال مثل ما يقولون الستريس او الكركبه 4-5 أشهر مرحله العلاج الاولى وبعدين تنتهي هاي وتبدي الامور المتابعه. لذلك الكشف المبكر هو من اهم عوامل نجاح العلاج ونجاحه. وطبعا مراكز الاورام الموجوده بالعتبه الحسينيه المقدسه يعني مجهزه ب وسائل استقصاء متطوره، أطباء أيضا ذوي كفاءة لدراسة هذه الموجودات عن طريق هذه وسائل الاستقصاء. أكيد عندنا بكربلاء أطباء كلش يعني جاي نتعاون وياهم ونعتمد عليهم همين، فهو جهد متضامن مثل ما قلنا جهد كامل ويكمل بعضه من قبل الجميع، يعني ما حد يقدر يستغني عن الثاني، الكل يكملون بعض. وجاي تشوفين المريضة تسوي استقصاء بمحل، تجي تكمل بمحل ثاني، ترجع للمحل الأول، يعني هو عبارة عن جهد مشترك. أحسنتم. شكرا دكتور. إذن الدكتور حيدر التميمي استشاري الأمراض سرطان الثدي والأورام، إن شاء الله كل الشكر والتقدير والاحترام لجنابك الكريم، أخذنا من وقتكم، شكرا جزيلا. شكراً دكتور جزيلاً. شكرا جزيلا لكم. الله يبارك فيك ان شاء الله. احسنت. اذا مشاهدينا الكرام نتمنى الصحه والعافيه للجميع. اليوم السيدات والرجال صحتكم تهمنا، والفحص المبكر مهم جدا جدا، وخاصه احنا مقبلين ان شاء الله على شهر اكتوبر الشهر الوردي للفحص المبكر ضد سرطان الثدي. متواصلين واياكم بباقي فقرات صباح كربلاء. نذهب بفاصل جميل من اختيار المخرج ثم لنعود. Thank you.
مشاهدين الأكارم نتواصل وإياكم ودائما نطالع وإياكم أهم الأحداث التي تحدث في مدينة كربلاء، بالتحديد من نشاطات العتبة الحسينية المقدسة التي تهتم بالجوانب الفكرية والتعليمية. ومن هذه النشاطات اللي راح نسلط الضوء عليها في جولة ميدانية هي مسألة موضوعة القراءة. في هناك مسابقة أطلقتها العتبة الحسينية المقدسة وهي مسابقة أمة تقرأ، بها تفاصيل كثيرة وبها جوائز كثيرة راح نطالعها إن شاء الله مع زميلنا محمد العطار من مجمع سيد الشهداء لنرحب به. السلام عليكم زميلنا محمد، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نعم نعم زميلاتي في استوديو صباح كربلاء، صباح الخير والعافية علينا وعليكم وعلى جميع مشاهدي قناة كربلاء الفضائية. أحسنتم محمد، صباح الخير والعافية عليك. محمد أنت الآن متواجد في مجمع سيد الشهداء ضمن مسابقة أمة تقرأ التي أطلقتها العتبة الحسينية المقدسة بالتعاون مع وزارة التربية. مثل ما نعرف هذه المسابقة انطلقت يوم أمس السبت، واليوم إن شاء الله هو الاثنين يوم غد. أريد نتحدث أكثر عن تفاصيل هذه المسابقة وكيف سيتم الاختبار. نعم. لبعض المديريات المشاركة ضمن هذه المسابقة وهي مسابقة أمة تقرأ، فراح نترك الحديث والجولة لكم محمد. نعم نعم زميلاتي شكرا لكم، وبكل تأكيد في هذه التغطية سنسلط الضوء على واحدة من أهم المبادرات الوطنية الكبرى التي تنظمها العتبة الحسينية المقدسة، وبالتحديد قسم تطوير الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة التربية العراقية. حقيقة هذه المبادرة شهدت مشاركة أكثر من 6500 طالبا وطالبة من مختلف مديريات التربية في العراق، وكذلك لمختلف الأعمار من عمر 10 سنوات إلى عمر 18 سنة. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز القراءة والثقافة بين الشباب العراقي في ظل التزايد وكذلك في ظل التطور الرقمي. العتبة الحسينية المقدسة في من خلال هذه المبادرة هي تحاول أن تشجع الطلاب وتشجع هذه الأعمار وهذه الفئة على القراءة. حقيقة هذه المبادرة تضمنت 10 محاور، حيث خصص لكل محور 3 كتب، وتم تحديد 15 كتابا لكل طالب مشارك في هذه المسابقة. يوم أمس انطلقت التصفيات أنها لهذه المبادرة، وها نحن في اليوم الثاني من التصفيات النهائية هنا في مجمع سيد الشهداء. راح نسلط الضوء أكثر ونتعرف على تفاصيل هذه المسابقة الوطنية الكبرى مع الأستاذ محمد الكناني رئيس قسم تطوير الموارد البشرية في العتبة الحسينية المقدسة. حياك الله أستاذ، وأهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة كربلاء الفضائية. أهلا وسهلا بكم كل أخوة المشاهدين في برنامج صباح الخير يا كربلاء. نعم شكرا لك أستاذ محمد. أستاذ محمد ضعنا في صورة حول هذه المسابقة وماذا تضمنت في من الاختبارات الأولية إلى وصولا إلى المسابقات أو إلى التصفيات النهائية من هذه المسابقة. الحمد لله اليوم وصلنا تقريبا للختام لأهم مسابقة وطنية على مستوى البلد للقراءة، اليوم بمبادرة كريمة من لدن العتبة الحسينية المقدسة المتمثل بمتوليها الشرعي سماحة الشيخ الكربلاء دام عزة. اليوم هو ختام لمسابقة الوطنية الكبرى للقراءة، مسابقة أمة تقرأ التي جرت على مستوى تربيات العراق كافة بمشاركة أكثر من 6500 طالب. أجرت الاختبارات الأولية من يوم 21/7 إلى 1/8. كانت ملزمة كل تربية أن ترشح 3 أوائل لكل التربية وتسليم العتبة الحسينية المقدسة بموعد أقصاه يوم 15/8. حقيقة هذه المسابقة يعني حددت بفئة عمرية من 10-18 سنة مع أفضلية درجة في التنافس لكل عمر أصغر سنا. خلال هذه الفترة يعني رشحنا عدة محاور للمسابقة بالدراسة الأولية بإعداد هذه المسابقة اللي هي 10 محاور. انتقينا أيضا أفضل الكتب اللي هي تغذي وتنمي عقل الطالب. على أثر 10 محاور يحق للطالب اختيار 5 محاور 15 كتاب. أستاذ محمد حاليا ذكرت لي الكتب، شنو محتوى هذه الكتب وعناوينها؟ يعني اليوم أغلب المحاور تناولت الفكر الإسلامي، تناولت القرآن الكريم، الذكاء الصناعي، الرياضيات، العلوم، يعني تقريبا هي بمحور احنا يدور بمحور الثقافة أيضا بمحور الدين نفس الوقت اللي هي تعزز وتنمي وتغرس الأخلاق لدى الطالب أو لدى القارئ. أيضا الملاحظة أن المسابقة شاملت صح من 10-18 سنة، بس شاملت الدارسي وتارك الدراسة أيضا على أن تجري جميع اختبارات هؤلاء الطلبة سواء كان دارسين أو تارك الدراسة بنفس التربية بنفس الموعد يعني. طيب نحن وصلنا إلى التصفيات النهائية، كم مديرية مشاركة في هذه التصفيات النهائية اللي هي راح تستمر لثلاثة أيام، وكيف سيتم تحديد الفائزين للاختبارات النهائية؟
احنا تم تقسيم 21 مديرية على مستوى تربيات العراق كافة، كل يوم 7 تربيات. يوم امس شهدت حضور 7 تربيات، تم ترشيح 7 فائزين اوائل على كل تربية، اليوم وصول 7 تربيات اخرى ايضا للمنافسة، وايضا ترشيح من اصل 21 طالب سبعة طلبة اخرى، ويوم غد ايضا راح تكون 7 تربيات اخرى ايضا راح يترشح بالمجمل انها 21 طالب. راح يكون يوم الثلاثاء ويوم 17 واليوم الحاسم، باعتبار احنا صار عندنا اول على كل تربية، راح يكون يعني من خلال هذا 21 راح يصفى اول وثاني وثالث على العراق، على ان تعلن النتائج الاول والثاني وثالث على العراق في الحفل الختام يوم الخميس ان شاء الله على مدارس الوارث في طريق الحر. طيب ما هي المعايير التي اعتمدتموها من اختيار الفائزين في هذه المسابقه؟ طبعا مثل ما هو معروف كل ما تصعد مستوى الليفل او مستوى الاختبارات كل ما تصعد الاسئله المركزه بها. احنا عندنا اليوم بالمحاور مال الاختبارات بها سلاسه الافكار وترتيبها، نظم عرض الافكار، القراءه الناقده للطالب اذا اكو مثلا في مجال اوسع اذا الطالب قارئ اكثر من مجال، وهكذا تقريبا في 7-8 محاور. ايضا ثقافه الطالب نفس الوقت الثقه بالنفس والدفاع عن الكتاب وهكذا. طيب العتبة الحسيني وضعت جوائز قيمه جدا لهذه المسابقه من اجل تشجيع هذه الأعمار وهذه الفئة المشاركة في هذه المسابقة والفوز. ما هي هذه الجوائز التي حددتها العتبة الحسينية المقدسة في هذه المسابقة؟ طبعا احنا ما يعني حاولنا ان نشمل اغلب اللي راح يشتركون بالمسابقة، فالجوائز كانت قيمة جدا. على مستوى الاول على العراق راح ياخذ 20 مليون، الثاني 15 مليون، الثالث 10 مليون، الاول على كل تربية الفاز مليون. التربيات تشجيعا لها الاكثر مشاركة راح تاخذ جوائز، ايضا المدارس الأكثر مشاركة أيضا أعلى 3 مدارس أعلى 3 تربيات أيضا لهم جوائز، أيضا مدارس 3 الأوائل أيضا راح تكون لهم هدايا نقدية، وأيضا راح المسابقة تحظى بدعم أكبر إن شاء الله المواسم القادمة. طيب هل هنالك خطة مستقبلية لقسم تطوير الموارد البشرية من جعل هذه المسابقة مسابقة دولية؟ يعني هنالك مشاركات دولية من الدول المجاورة أو من الدول المجاورة لدولتنا؟ يعني مع الاجتماعات الأخيرة مع الإدارة العليا ومع اطلاع واكتشاف هذه المواهب والبراعم التي خرجت من مسابقة متن تقرأ، تم تسليط الضوء على أعداد منهج يعني يصعد بالأمور احنا تدريجيا. هسه احنا مبدئين مسابقة وطنية للسنة الأولى، إن شاء الله السنة الثانية والثالثة تثبت بمستوى أكبر بصورة، وإن شاء الله نطمح أيضا للدولية. عندك يعني عادة مبادرات العتبة الحسينية المقدسة لا تتوقف عن طموح أو حد معين، نعم سيدنا محمد تكون أحسن إن شاء الله. طيب سؤال أخير، نعم خلال اطلاعكم على المشاركين، نعم زميلاتي لو تعطيني بعض الدقائق لأوجه سؤال أخير للأستاذ محمد الكناني، من خلال اطلاعكم على المشاركين في هذه المبادرة أو هذه المسابقة، كيف قيمتم أداء المشاركين في هذه المسابقة؟ حقيقة يعني احنا اليوم خلال هذه فترة الاختبارات الأولية اللي صارت في التربيات اليوم شفنا مشاركة حقيقية لأغلب الطلبة بمقاطع فيديوية من يعني من ذاتهم. اليوم اكتشفنا عدة مواهب من خلال إرسال مقاطع الفيديو، كمية المقاطع الفيديو التي أرسلت إلينا يعني كمية هائلة جدا، كمية مواهب، كمية براعم، يعني نقول فد مواهب وطاقات كامنة يستحق أن تستخرج وهكذا مسابقات. نعم شكرا لك أستاذ محمد الكناني على كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات. نعم زميلاتي كانت هذه كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بهذه المسابقة، مسابقة أمة تقرأ. حقيقة العتبة الحسينية المقدسة تحاول من خلال هذه المسابقة غرس الثقافة والقراءة ما بين الشباب العراقي، وكذلك لمحاربة كل وتسلح الشباب بالعلم والمعرفة في ظل هذا التطور الرقمي التطور الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. أحسنت، وكانت معلومة مهمة وجدا أثلجت قلوبنا اللي هي ممكن راح تكون دولية بمشاركات دولية إن شاء الله وتنطلق من الوطنية إن شاء الله. نلتقي بك وهي مسابقة دولية كما ذكرت، شكرا جزيلا لك ولضيفك العتبة الحسينية المقدسة ما بعد هذه المسابقة. أحسنتم إن شاء الله. إذن مسألة التواصل الاجتماعي مثل ما ذكر قبل قليل واللي ذكر مسائل كثيرة جدا اللي هي مسألة أمة تقرأ واللي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الشباب اللي يحاول يغرس أفكار مغالطة، وتلاحظين ممكن يكون أسراء البعض يقول أمة تقرأ لا تقرأ، أو هناك عبارة تقول إذا أردت أن تخفي شيء ف
فضعه في كتاب حتى يوصلون فكرة أنه أبنائنا ما يقرون، فهذا الكتاب ما حد راح يوصل له، فأنت أي شيء تريد تحتفظ به خليه ضمن هذا الكتاب. كلها أفكار مقروءة، أمة تقرأ هي مستمرة بالقراءة، وإن شاء الله هذه ما تمنت العتبة الحسينية المقدسة جهود ممكن مبارك تكون الله. وطنية فقط في العراق، ولكن إن شاء الله تنتقل إلى العالمية. أحسنتي، الله يبارك فيك. إذن مشاهدين الكرام، الإنسان دائما يحاول يطور نفسه، يطور نفسه بهذه الأشياء المهمة اللي هي تعتبر سلاح وغذاء العقل، وهي القراءة. وأيضا بعض الأشخاص اللي إلهم فد هوايات معينة مثل الحرف اليدوية، أيضا هذه تعتبر فد مهارات تنمي قدرتهم وتنمي عقلهم. إحنا اللي نريد نستنتجه من هذا كل شيء، من خلال القراءة، من خلال ممارسة الهوايات، من خلال الحرف اليدوية، من خلال الأعمال التي نقوم بها، هذا كل شيء حتى ما يضيع وقتنا هيك هباء، ليكون وقتنا دائما يعني نستثمره بعمل شيء ينفعنا احنا اولا وينفع اكيد المجتمع. تعرفنا على القراءة وما لها من دور اليوم في تغذية العقل وغذاء للروح. أيضا نذهب إلى موضوع آخر جميل جدا، وهو الحرف اليدوية. كثير من المعارض التي تقام لتنمية هذه الأمور من خلال الأشخاص الموهوبين بالحرف اليدوية، كثير أيضا من المعارض التي تقام في العراق وأيضا في بلدان أخرى لأجل تشجيع الأشخاص الذين لديهم يعني اهتمامات بهذه الأمور. اليوم إن شاء الله راح نذهب إلى الأهواز ونسلط الضوء على معرض الحرف اليدوية الذي يقام هناك بمعية زميلنا المراسل فاروق سلامات. بها يقاس مدى تقدم الأمم ورقيها، إنها الحرف اليدوية والتي تعد موروث حضاري وثقافي واجتماعي عريق تتوارثه الأجيال المتعاقبة. وهنا في الأهواز أقيم معرض خاص لهذه الحرف والصناعات للتعريف أكثر بهذا الفن الجميل. نقوم بصناعة أنواع مختلفة من المنتجات الخشبية، ونستخدم أخشابا متنوعة مثل الخشب الروسي الشهير، حيث ننتج منه أنواع الكراسي والطاولات وأدوات المطابخ، وذلك بقياسات وتصاميم مختلفة. للمنتجات الخشبية ميزات عديدة، ومنها الصحية، فهي تعطي لمستخدميها طاقة إيجابية وتحافظ على نكهة الطعام أيضا، ولها ميزة خاصية التوصيل البطيء للحرارة، كما هي صديقة للبيئة. وقد ضم هذا المعرض المئات من المنتجات اليدوية المصنوعة بمهارة عالية بأيدي مبدعين من داخل الأهواز وخارجها. فمن مدينة مسجد سليمان حضر هذا الفنان لتقديم ما أنتجته أنامله من بسط وسجاد والستائر التاريخية القديمة المنسوجة من المواد الطبيعية. عاد مسجد سليمان ومدام جاءت شركة نمايشة بين المللي أهواز. شاركت في معرض الأهواز من مدينة مسجد سليمان، وقدمت مجموعة من المنتجات التي أنتجها من صوف الأغنام مثل الخيوط والستائر والسجاد بقياسات متعددة، فهي من المنتوجات القديمة لدينا في المدينة والتي نحرص على تعليم وتعلم نسجها وحياكتها، وبالأخص حياكة السجاد والبسط، كونها تمثل جانبا ثقافيا تاريخيا لنا، وهي تستخدم في أماكن مختلفة في المنازل والخيام. ومن ميزات هذه المنتجات أنها تسر الناظرين وتعطيهم طاقة إيجابية، وننتج هذه المصنوعات اليدوية من المواد الطبيعية، وبالنسبة للبسط والسجاد لكل واحدة منها اسم وتصميم وطريقة حياكة خاصة. قطع فنية مصنوعة من الفخار والنحاس والخشب والخوص والصوف بمهارة فنانين مبدعين، تحكي جانبا من تاريخ الأهواز العريق، تجمع بين سحر الحرف اليدوية الأصيلة وتاريخ حضارة عمرها آلاف السنين. أما الهدف فهو حفظ هذا الموروث التاريخي إلى جانب مساعدة الحرفيين على عرض وتطوير منتجاتهم ودخول سوق العمل. لبرنامج صباح كربلاء، فاروق سلامات، الأهواز،
إيران. مشاهدينا، نشكر الزميل فاروق سلامات على هذا التقرير اللي سلط الضوء على مسألة التراث القديم بهذه الأعمال اليدوية والحرف اليدوية، من البسط إلى الأواني الخشبية الفخارية إلى ممكن تكون بعض الصناعات اليدوية المهمة جدا اللي تحتاج إلى حرفة وتحتاج إلى مهارة. جميل أنه تقام لها معارض خاصة حتى ممكن تجدد وتحفظ هذا التراث، ولكن الجميل أكثر أنه يكون هذا المعرض دائم، ممكن نكون دائما إحنا نشاهده ونذهب لزيارته. والأجمل أنه إذا كانت هناك بعض الورشات اللي بدأت الآن تنطلق حتى شاهدتها في بعض المحافظات وتحديدا في بغداد، صح، لبعض السيدات اللي بدوا ممكن يجددون هذه الحرف اليدوية القديمة ويعلمون الفتيات الصغار. فإذا المحافظة بدأت تنطلق بأفكار جديدة أنه مو فقط المعرض، لا، أنه أعلم هذه الحرفة للأجيال الأخرى، أما مو شرط أنه خلينا نقول أنه يحترفها ويفتح محل أو تكون صنعة له. جميل أنه حتى لو كانت مثلاً الهواية هواية حتى نحافظ عليها. وإحنا اليوم بالعراق أيضاً مشهورين بالحرف اليدوية، يعني من خلال أعمال فلكلورية جميلة، مثلاً تعليق السجاد على الحائط يكون من صنع يدوي. يعني حتى يوم أمس، يعني قبل ما أتحدث عن هذا الموضوع خلي أشارك زميلنا مصطفى. مصطفى صباح الخير والعافية عليك. أسعد الله صباحكم بخير والعافية إسراء وسوزان ولكل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية. إن شاء الله صباح بدء التفاؤل إن شاء الله. مصطفى، دنتناقش آني وسوزان على موضوع الحرف اليدوية. يوم أمس شاهدت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فالتقرير جميل يسلط الضوء على عائلة بغدادية مكونة من أب وأم وابنة. جميل. تدخل هذا البيت بغدادي بحت بكل تفاصيله، يعني من الشيء الصغير في البيت إلى أكبر شيء في البيت هو يعني بفلكلور بغدادي، يعني يدل على التراث العراقي الجميل. والأجمل من هذا يعني الأب مختص بشيء والأم مختصة بشيء والبنت أيضا تختص بأشياء جميلة، لكن كلها عمل يدوي جميل. فمن تدخل البيت تشعر بتراث وقيمة موروثك العراقي. شنو رأيك بهذا الموضوع مصطفى؟ فعلاً، وأيضاً نشعر بعبق الماضي كما ذكرتي زميلتي. هو الأب هو غارس هذا موضوع، يعني الأعمال اليدوية، وذلك ذكرتي الأب اشتغل أعمال من نوع معين، وممكن أولاده أو بناته اشتغلوا أيضاً أعمال من نوع معين آخر، وبالتالي هي رسالة مهمة لأجيالنا بضرورة يعني استثمار مثل هكذا أعمال يدوية. ممكن أيضاً الدور عليهم ب يعني مبالغ ماديه. صحيح. واستثمارها ب يعني نعرف يعني شخصيا ايضا انا اعرف يعني اكثر من يعني بداوا بمشاريع صغيره باعمال يدويه، والان هم يعني رواد في موضوع صناعه الاعمال اليدويه ويقيمون معارض حتى في خارج العراق، ويعني في دبي، في الامارات، في يعني دول كثيره يعني حقيقه. صحيح. شاركوا في مثل هكذا اعمال يدويه، و هي رسالة أيضا بنقل يعني حضارة العراق إلى خارج العراق. صحيح. يعني بالتالي. صحيح. هذا الشخص اللي يعمل أعمال يدوية ويخرجها في ويشارك في دول يعني عربية سواء أو كانت أجنبية، بالتالي راح ينقل حضارتنا وينقل تراثنا وينقل أيضا ثقافتنا إلى باقي الدول. بالتالي موضوع الأعمال اليدوية فقط مو فقط يعني ممكن هو هواية وتختصر في داخل العراق، لا، ممكن تكون رسالة ونوصل ما موجود في داخل العراق إلى خارج العراق للأشخاص اللي ربما لا يعرفون. هي مجرد أنه أنا أقتني هذه الأشياء معناتها أنا معتز بحضارتي، معتز بتراثي. فعلا. مو بعض الأفكار اللي ممكن تكون عند شبابنا بالوقت أيضا رسالة الحالي يتملصون من هذا الموضوع. فعلا أيضا رسالة أنه يعني بضرورة يعني اقتناء مثل هكذا أعمال ودعمها إن شاء الله، ليس فقط يعني شراء الأشياء الجاهزة والمستورد، يعني ضرورة دعمها مثل هكذا أعمال يدوية، بالتالي تكون أيضا أكثر متانة وأكثر يعني حبكة. إذا توافقني بالرأي مصطفى، خاصة هسه الجو شوية شوية دا يكسر، يعني حتى لو نقعد في حديقة، نقعد في مكان عام نمارس هذه الهوايات، يعني راح تعطينا في الطاقة، راح تعطينا في أمل وتجدد في حياتنا. فعلا انخفاض واضح في درجات الحرارة. صحيح. سنتطرق عليه بعد قليل يعني. نعم. وأيضا تلامستوا لا سيما في ساعات الصباح الأولى وأيضا ساعات المساء.
يستمر هذا الانخفاض ان شاء الله، يعني شاء الله. بسبب يعني كتله هوائيه بارده قادمه من اوروبا، يعني ودعنا درجات الحراره المرتفعه، يعني المرتفعه جدا ودعناها، لكن يعني هذا الاسبوع اكو انخفاض سيكون اكثر من هذه الايام، يعني ربما يعني ثلاثينيه وتعود الانخفاض، لكن ليس كما يعني عشناه بالايام السابقه. نتعرف على التفاصيل وياك مصطفى ان شاء الله زميلاتي، تفاصيل اوفى وادق على النشره الجويه في بغداد وباقي المحافظات العراقيه، لكن بعد ما نروح لهذا الفاصل القصير. من جديد اهلا بكم سادتي المشاهدين في نشره المواد الجويه التي تاتيكم دائما وابدا ضمن برنامج صباح كربلاء. نبدا كالعاده بتصريح رسمي من قبل هيئه المواد الجويه والرصد الزلزالي التابعه لوزاره النقل العراقيه عن الحاله الجويه المتوقعه في البلاد لهذا اليوم الاحد 15 من ايلول، حيث سيكون الطقس صحوا وغائما جزئيا في الاقسام الشماليه. أما فيما يخص درجات الحرارة ستكون مقاربة، الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تتراوح تقريبا سرعاتها ما بين 20 إلى 30 كيلومتر بالساعة، مدى الرؤية بالتالي سيكون ما بين 6 إلى 8 كيلومتر. درجات الحرارة العظمى ستتراوح ما بين 40 أو 37 إلى 40 في المناطق الشمالية، وفي المناطق الوسطى ستتراوح ما بين 40 إلى 41 درجة مئوية، وأخيرا في المناطق الجنوبية ستتراوح ما بين 41 إلى 42 درجة مئوية. كتلة هوائية معتدلة الحرارة قادمة من أوروبا، وسيصاحب بذلك انخفاض يعني أكثر وأعمق يومي الأربعاء والخميس بإذن الله تعالى، ثم تعاود الحرارة بالارتفاع، لكن كما ذكرنا ليس بالمستوى العالي جدا. أما درجات الحرارة التي رصدت سادتي المشاهدين، نبدأ كالعادة من العاصمة بغداد. في بغداد كما تلاحظون وأيضا نلاحظ وإياكم سادتي المشاهدين 26 درجة مئوية بدأت الحرارة الصغرى في العاصمة، وسترتفع إلى 41 درجة مئوية، والأجواء ستكون مشمسة في العاصمة بغداد. أما إذا انتقلنا إلى أقصى الجنوب في البصرة، الفيحاء 28 درجة مئوية الصغرى و43 فقط العظمى، نلاحظ يعني الاختلاف الواضح في درجات الحرارة عن الأيام السابقة في البصرة التي كانت تعاني من يعني درجات حرارة عالية جدا وأجواء مشمسة هنالك أيضا. بالاتجاه المعاكس في أربيل تحديدا في شمال الحبيب 22 درجة مئوية الصغرى، وسترتفع بالتدريج لتبلغ ذروتها 40 درجة مئوية إن شاء الله تعالى. الأجواء طبعا ستكون مشمسة وصافية هنالك. أيضا هنا في محافظتنا المقدسة كربلاء 28 درجة مئوية الصغرى العظمى 41، الأجواء ستكون أيضا أو ستكون هنا في كربلاء مشمسة. بالعودة إلى جنوبنا الحبيب في ذي قار 28 درجة مئوية فقط الصغرى لهذا اليوم، وسترتفع بالتدريج لتسجل تقريبا 42 فقط، الأجواء ستكون أيضا مشمسة في ذي قار في جنوبنا الحبيب. بالانتقال إلى الشمال في السليمانية تحديدا كما تلاحظون انخفاض واضح في درجات الحرارة، سترتفع إلى 37 فقط العظمى، أما الصغرى التي سجلت 18، الأجواء ستكون أيضا مشمسة هنالك في السليمانية. أيضا في محافظات الفرات الأوسط في بابل تحديدا تعيش أجواء مقاربة لكربلاء المقدسة، 40 درجة مئوية فقط العظمى، 27 درجة مئوية الصغرى، والطقس سيكون مشمس أيضا هنالك في بابل. أيضا ننتقل إلى محافظة أخرى من محافظاتنا الحبيبة، بالتحديد في محافظة ميسان جنوبا كما تلاحظون أجواء مشمسة تبدأ ب 31 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تنتهي عند 43 درجة مئوية كحرارة عظمى في ميسان هنالك. أيضا بالعودة إلى غرب العراق في الأنبار تحديدا كما تلاحظون 28 درجة مئوية الصغرى 40 درجة مئوية العظمى، الأجواء ستكون أيضا مشمسة هنالك في غرب العراق. أيضا بالانتقال إلى محافظة النجف الأشرف 28 درجة مئوية فقط بدأت الحرارة في النجف الأشرف، ومن المتوقع أن ترتفع لتسجل تقريبا 42 درجة مئوية، طبعا الطقس سيكون مشمس هنالك في محافظة النجف الأشرف. أيضا في الديوانية 26 درجة مئوية فقط الحرارة بدأت الصغرى، والعظمى متوقع أن تصل إلى 41، طبعا الأجواء ستكون أيضا مشمسة وصافية هنالك في الديوانية.
انتقل سادتي المشاهدين بالعودة إلى شمالنا الحبيب في الموصل تحديدا، كما تلاحظون أجواء مشمسة ودرجات حرارة بدأت ب 26 وستنتهي لتبلغ ذروة العظمى 40 درجة مئوية بإذن الله تعالى. أما في محافظة ديالة 26 درجة مئوية فقط الحرارة في ديالة، ستصل إلى 41. الأجواء ستكون أيضا مشمسة في محافظة ديالة. أما في محافظة واسط 28 درجة مئوية فقط الصغرى في واسط، وسترتفع بالتدريج لتصل وتبلغ ذروتها 41. الأجواء طبعا ستكون أيضا مشمسة هنالك في واسط. أما في محافظة صلاح الدين 28 درجة مئوية فقط الصغرى في صلاح الدين، وسترتفع لتبلغ ذروتها 41. الأجواء ستكون أيضا مشمسة هنالك في صلاح الدين. 40 درجة مئوية في كركوك حرارة عظمى، أما الصغرى كما تلاحظون 26 درجة مئوية. الأجواء أيضا ستكون مشمسة هنالك في كركوك. مسك الختام مع المثنى 26 درجة مئوية الصغرى، 42 درجة ستصل العظمى، والطقس سيكون أيضا مشمس في محافظة المثنى. نعم سادتي المشاهدين، هذا كل ما رصد وشخص من درجات حرارة صغرى وعظمى، بالإضافة إلى معلومات عن الطقس في المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية. إن شاء الله ملتقانا يوم غد في على الود والمحبة. هذه عودة إلى الزميلات إسراء وسوزان لتكملة ما تبقى من فقرات البرنامج. إلى الملتقى. مشاهدينا الأكارم، نتواصل وإياكم ووصلنا إلى حلقة التواصل بيننا وبينكم اللي هو سؤال التفاعل اللي حضرناه لحلقتنا لهذا اليوم، واللي كان يقول كيف تتعامل مع الإنسان الحاقد. مسألة مهمة جدا، أنه مثل ما ذكرنا في بدء الحلقة مهم أنه كيف أتعامل مع هذا الشخص، لأنه ممكن أنه ما أقدر أتحكم بأفعاله وبردود أفعاله، وما أقدر أغيره مهما قدمت إلى من طيب. ممكن أنه ما راح يجازي هذا الطيب بالإحسان، ولكن نقول للجميع عندما أنه تبتلى بهكذا أشخاص عليك دائما أنه تتذكر أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي سوف يجازيك على كل إحسان تقدمه، وكل إحسان تقدمه لهم في سبيل أنه نمنع الشر أكثر. خلينا أنه منخوض في الكثير من تفاصيل هذا الموضوع، ونترك المشاركة لكم عبر اتصالاتكم، ولكن قبل أنه نستقبل هذه الاتصالات خلينا نذهب بجولة أجراها أن سمير ماجد الأسدي، وكيف تتعامل مع الإنسان على هذه الجولة. ولا تنسون المشاركة إن شاء الله من خلال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. موضوعنا هو كيف تتعامل مع الإنسان الحقود. الله يبعدنا عن هؤلاء الناس. اليوم كل ما يكون قلبك أبيض، كل ما يكون قلبك نظيف، ما تحقد على أحد، أنت راح تعيش مرتاح. يعني عن الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أقل الناس راحة الحقود. يعني هو الإنسان الحاقد هو يؤذي نفسه، يعني ما يؤذي غيره، هو يؤذي نفسه. دائما يظل بصراع مع نفسه سوزان، دائما يصير بتساؤلات مع نفسه، ليش هذا هيك، ليش أحسن مني، ليش. فهو راح يؤذي نفسه. صحيح. هذا الإنسان الحقود. لكن الإنسان اللي يتمنى الخير للآخرين يشوفيه مرتاح، دائما مرتاح، هذا أحسن مني، أكيد أحسن مني، بفضل اجتهاده بفضل مثابرته صار أحسن مني، هذا أحسن مني كأخلاق أيضا. أنا خل أطور نفسي، أشتغل على نفسي، أحسن من أخلاقي. صحيح. حتى أوصل مرحلة حب الناس إلى شلون وصلوا لهذه المرحلة من خلال أكيد أخلاقه. نعم. فاني خلي أشتغل على نفسي. ممكن هو ما ينتبه لهذه الأمور، ما ينتبه لأنه أشتغل على نفسي حتى أصير مثل هذا الشخص، فراح تكون تبدر من عنده أفعال وأقوال ممكن تكون سيئة، ممكن راح يسيء لك من نواحي كثيرة. طيب هناك احنا مرينا يعني نتعرف على صفات هذا الانسان الحاقد، بالتاكيد انت راح تعرفين اذا كان أكيد. قريب من عند سوب العشره. صح. راح تعرفين، لكن احنا سؤالنا انه شلون نتعامل مع هذا الانسان. لا سوزان تعرفي يعني شوي اليوم انا راح ما اوافقك بالراي. لا صحيح، انا مو وياك. اكو يعطيك من طرف اللسان حلاوه ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. احسنتي. قدامك بالوجه مرايه، خلينا نحكيها بالعاميه وبالقفص اللائي. نعم. ما تعرفين هذا انسان حاقد عليه. لا يتبين زلات لسانه، ما يكون لك المحبه والاحترام، لكن هو بداخله فد نار وحسد وغيره عليك وعلى نجاحك. احنا شلون نتعامل وياه؟ نتعامل وياه على نفس اخلاقنا، نفس طيبه قلوبنا. هو انسان حقود، هو راح يتعب نفسه.
يعني ذاك اليوم فد محاضرات من بعض خبراء التنمية البشرية، يقول أنا خل أطور نفسي أشتغل على نفسي. اليوم كل إنسان يكون صريح ويا نفسه، ما يقدر هاي الصراحة يعطيها لأي شخص مقرب إليه. شلون الصراحة؟ شلون اليوم تكونين صريحة ويا نفسك؟ من خلال دفتر وقلم، تلزمين دفتر وقلم تكتبين السلبيات. هسه أنا خل أحكي على نفسي، يجوز أنا عندي سلبيات ما أقدر أحكيها لأقرب الناس إلي حتى لو أمي، فش أسوي؟ أجيب قلم وورقة أكتب سلبياتي، هيجي هيجي سلبياتي، أحاول أني أطور من نفسي كل يوم. ما أقولش بيوم كامل راح كل السلبيات، اليوم أني حقودة خلي ليش أصير حقودة، خلي أشتغل على هاي النقطة. اليوم أني حسودة خلي أشتغل على هاي النقطة. أسراء أنت تتحدثين عن أشتغل على هاي النقطة، يعني تتحدثين عن صفة ترى موجودة عند البعض وممكن ذكرتها ببداية الحلقة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ذكر بأنه بعض الأشخاص إحنا شو نقول، إحنا ما نعرف شنو هذا الحب الأمير المؤمنين والأهل البيت، كأنه الله سبحانه وتعالى هو غرس فينا. نفس السم ونفس الحقد هو مغروس في بعض النفوس، يعني نقدر نعتبره مرض مستأصل في هذه النفوس. صح. وهو اللي ذكر وقال إنه هذه الناس إيش قد ما راح تقدم لهم من طيب، بحيث وصفها بالعسل، يعني تنطي عسل هو راح يكون مسيء لك. صح. فبالتالي إحنا نحتاج إلى أنه أنا أغير من نفسي. أنت ذكرت قبل قليل أحط ورقة وقلم وأحاول أشتغل على نفسي، فأنا أتمنى أنه تشتغلين على نفسك بمسألة إلى أنه تكون عندك ردة فعل تجاه الأشخاص اللي يسيئون. خلينا نشوف رأي الأخت أم بنين من كربلاء المقدسة. صباح الخير والعافية عليك أم بنين. صباح الخير حبيبتي. الله يبارك بيك أم بنين. صباحكم خير وعافية إن شاء الله أم بنين. الله يبعدك عن الإنسان الحقود بحياتك، بس شلون تتعاملين وياه؟ أنا يعني بالنسبة لي الإنسان الحاقد، يعني أعرف هذا إنسان حاقد، فما يريد للخير، ما يتمنى للخير، فأحاول أتجنبه أتجاهله. ممكن أتجاوبه ويا عبارات يعني معينة، بس ما أطيل ويا النقاش، لأن أعرف النقاش هذا ويا عقيم، يعني ما أصل لأي نتيجة. وبنفس الوقت أنا بداخلي راح أقول حسبي الله ونعم الوكيل، لأن سبحان الله تعالى ممكن هم يأخذ حقنا، ممكن يشوف هذا الشخص بيوم من الأيام يصير فيه فد موقف أو كذا، ما موشي ماسة يعني، بس أقول سبحان الله يعني شكراً هذا الشخص مأذيني إنه رب العالمين أخذ لي حقي من عنده. أحسنتي. وأتعامل وياه بالتجاهل. أحسنتي. هو هاي أهم شيء، اليوم الإنسان ذا تعاملتي وياه بالتجاهل أنت راح تريحين بالك، وهو أكيد راح يحس على روحه. الله إن شاء الله يبعدك عن هؤلاء الناس. شكرا جزيلا للمشاركة أم بنين. إذن أم بنين أرجع أنه تجاهل، خليني أركز على هذه النقطة، لأن أنت دائما حتى في يعني حديثنا اليومي بشكل خاص أعرف أنه عندك مسألة إن لا أنه أنا أحافظ على معدني. جميل أنه الإنسان يحافظ على معدنه، وحتى ذكر وعندي هذه المعلومة، يقال بأنه يوسف عليه السلام عندما كان في السجن ذكر وذكر بحقه، قيل إنا نراك من المحسنين. عندما كان على خزائن مصر أيضا قيل بأننا نراك من المحسنين. هو نفس طبعه، عندما كان مظلوم وعندما تمكن ومدت لديه له يد من ظلمه، بقى على نفس معدنه وعلى صح. نفس أصله. جميل أنه أبقى على هذا المعدن، لكن مو درجة أنه يوصلني إلى أنه أشوف إنسان دي يأذيني بأقواله وبأفعاله وأنا أقف مكتوف الأيدي. دائما أقدم للإحسان شيء جيد، ولكن خلي تكون عندي ردة فعل مثل ما ذكرت قبل قليل أم بنين، على الأقل أبتعد عنه، يعني ما أطلع على أموري، ما أتعامل معاه في تجارة، ما أتعامل معاه في عمل، حتى ما أعرض نفسي لهذه الإساءة إن شاء الله. نعم. أيضا مشاركة من الأخ أبو توفيق من محافظة كربلاء المقدسة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخونا أبو توفيق. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسعد الله صباحكم. شلون تتعاملون مع الإنسان الحاقد؟ نعم، الحقود أتعامل وياه كمريض. صح، يعني المريض المرض المعدي، هم مو المريض العادي. صح، لأنه هذا الإنسان بتعامل وياه بحذر وعطف. صح، يعني مو مثل ما الأخت المشاركة قبل قليل قالت بالتجاهل، لأن هذا الإنسان هو مريض. يعني المفروض أنا أتعامل وياه بعطف حتى يعالجه. شلون بعطف يعني أبو توفيق؟ شلون؟ دائما أتمثل بأخلاق أهل البيت والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كان اللي يذيهم يحسنون إليه مو يتجاهلون، لأن هذا عنصر بالمجتمع، إذا أتجاهله ما راح أأمن من شر،
نعم مو اتعامل وياك اخونا الفاضل. بالعكس اكو بعض الشخصيات يعني حتى عن احمد الوائلي في احدى المحاضرات استمعت الى هذا الحديث يقول اكو انسان بالعكس لما تتقدم له الطيب هذا يحقد عليك اكثر انه شلون انت الله مكنك والله رزقك بحيث مكنك انه انت تقدم له المساعده وانت تنطي اموال وانت تساعده يزداد حقد بدل ما يكون يعني يحسن اليك. ما دام انسان مريض، الانسان المريض هذا وحده من الاثنين، لو يشفى لو يموت. والمرض مالته هذا معدي معدي، يعني الانسان بعض مرات من يتقرب له يحاول احتمال هو مش يلحقك. يتاثر فيه يصير حاقك، فهو شلون يتعامل وياه بحذر انه ما يصاب بالحقد. يتعامل وياه بعطف في سبيل انه ينقذه من المرض اللي هو به. اذا هو تجاهله كانما صار حمس لحاقك. نعم. تجاهل يعني انت بعد كل واحد وجهة نظره وطريقه تعامله مع هذا الشخص بتاكيد اعتقد انه هذا الانسان هو مو بعيد عنك الحاقد. نعم. حتى تتجاهله يعني انت لو اخوك لو جارك يعني قريب عليك انت من تتجاهله راح يزود المرض مالته عليك. إن شاء الله أحسنتم. أحسنتم. نسأل الله تعالى أن يبعدكم عن هؤلاء الناس يا الله، وإن شاء الله يكون التوفيق في كل تفاصيل حياتكم يا أخونا أبو توفيق. شكرا جزيلا لمشاركتكم معنا في حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. إذن مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجولة الممتعة بين فقرات حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. كل ما قدمناه